بوضوح. حتى احنا تو الفكره الكبيره اللي جاء بها سعيد يحكي بالحلول الجديده، المواطن يشاهد فينا يقول معاه الحلول الجديده، شنو هو الغايه؟ قلت ثم دين خارجي الاولويه لازم نسددوه احنا. الاشكال في الجبايه طرح لسعد الذوادي الخبير لسعد الذوادي سؤال ونسأله هذا. الدولة في فترة ما فرضت باس فاكسينال، اللي ما هوش عنده الفاكسان ما يجيش يدخل حتى أي خدمة معينة، أي سيرفيس ما يدخلش. الدولة إذا كانت جادة في سلطة جاءت بعناوين مقاومة الفساد والإفساد، علاش ما عملوش الباس فيسكال هذا؟ بعد كل واحد مجرمة الكبار المتهربين من الضرائب نتاعهم، علاش ما يوقفوهمش؟ إذا كانت الدولة فعلا جادة وطارحة حلول جديدة، أم أنها تواصل في نفس الخطة نتاع السنوات القادمة وشعارات وزيف وكهو؟ يعني انت ذكرت الاستاذ لسعد الذوادي، الاستاذ لسعد الذوادي يعني في كل مناسبه يقدم عديد المقترحات وعديد البدائل، ولكن بكل اسف لا نجد اذان صاغيه، لا يجد يعني اذان صاغيه لدى الاداره التونسيه. وبالتالي اليوم نجم نقول لكم ان الاداره التونسيه وصلت الى مستوى من العقم بالحق الفكري اللي يخليها اسيره وصفة صندوق النقد الدولي وخبراء صندوق النقد الدولي، لأن الهاجس نتاعها ما هوش إنقاذ البلاد وضمان يعني الانتعاش الاقتصادية وضمان ديناميكية الاقتصادية، بقدر ما كونه الغاية نتاعهم هو الرضا والانضباط لوصفة صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على هذا القرض، باعتبار أن الاقتراض الخارجي أصبح عقيدة لدى حكام تونس الجدد، والحال أن البدائل راهي موجودة. تحب انت تعب الموارد الجبائيه، نحن مع الموارد الجبائيه، ولكن يلزمك في المقابل تضمن كون القطاعات المنتجه تجد سند لدى الدوله وخاصه مستوى التمويل. اليوم اذا كان ناخذ قطاع الفلاح اللي هو من 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 اهم القطاعات، هو الدافع زاد ايضا للنمو ولنمو بقيه القطاعات، القطاع الفلاحي اصبح يسجل يعني نسب نمو سلبية اليوم يا حسين. صحيح ثم ظروف مناخية صعبة، وإحنا اليوم يعني عندنا نعيش تداعيات حالة الجفاف مناخية أيضا هوني، يعني في ظل حالة الجفاف وتداعيات التغيرات المناخية من المفروض كانوا الدولة تهبط بالثقل متاعها من أجل مساندة الفلاح ومساعدته وتوفير التمويل اللازم لهذا الفلاح. شو نلقاو احنا؟ نلقاو كانوا الدولة غير موجودة بالنسبة للقطاع الفلاحي. الأزمة اللي قاعدة تشتكي منها كل منظومة الإنتاج الفلاحي، والتونسي أعاش المنظومة متاعه تاع الدواجن وارتفاع الاسعار نتاعها بسبب يعني لوبيات الاعلاف وتوريد الاعلاف. اي انت كيف تعرف انه ما عندكش العمله الصعبه وما عندكش صادرات وما عندكش مداخيل من العمله الصعبه، علاش ما فكرتش كون كنت تدعم وتقوي يعني الاساس نتاع القطاعات اللي هي يعني في السيطره نتاعك؟ القطاع الفلاحي هو راهو في السيطره نتاعك. اي لوبيات الاحتكار يا جنات، عام ونص بربي اي يحكي على لوبيات الاحتكار، شدش واحد هالمجرمة هذوما. راهي قضية الأسعار يا حسين، من النهار الأول خرج قيس سعيد وكيف قالوا له ارتفاع الأسعار وتدهور المخطرة الشرائية، قعد مخه واقف كونه المسؤول عن ارتفاع الأسعار هو الاحتكار والمضاربة. سيد الكريم، راهي مسألة الأسعار وهيكلة الأسعار أعقد وأعمق من كونها المحتكرين هم اللي يحددوا الأسعار. راهي الأسعار مرتبطة بعديد العوامل، الأسعار مرتبطة بقيمة الدينار. تكلمش نهار قيس السعيد على قيمة الدينار التونسي المنهار. نعم. ومسؤولية البنك المركزي في انهيار الدينار التونسي ما تكلمش. نعم. الأسعار مسؤولة عليها كيف الدعم اليوم، كيف رفعت انت الدعم عن المحروقات، كل يعني الاسعار تاع كل المنتوجات باش ترتفع. نعم، الفلاح مش هو اللي يثقلها، الصناعي يثقلها، كلها مرتبطه بارتفاع المحروقات. اليوم سامحني نكمل باختصار، الاسعار ده مرتبطه بالجبايه، كلما رفعت في الجبايه كلما ارتفعت الاسعار. وسيده وزيره الماليه تتساءل، يعني هي رفعت في الجبايه وتتساءل ما يعني اين اثر ذلك على قفه المواطن؟ ما لقتهاش، تبخرت. نعم.